عشرات الشباب في مدينة أطار يستفيدون من ورشة تكوينية منظمة من طرف المجلس الوطني للشباب حول سبل الاستفادة من مشاريع شبابية للتشغيل. يهدف هذا اللقاء التوعوي إلى تمكين الشباب العاطل عن العمل من الحصول على تمويلات تساعد من الإسهام في الدورة الاقتصادية تجسيدا للعناية التي تحظى بها هذه الفئة العمرية من طرف السلطات العليا بالبلد. الهدف من هذه الورشات هو تحسيس الشباب وتكوينه على الطريقة الأمثل التي يمكن بواسطتها أن يقدم مشاريعه يعني المدرة للدخل والتي ستساهم في مسلسل التنمية. بدوره ممثل المجلس الوطني للشباب ولايتي أدرار وينشيري أكد أهمية هذا اللقاء الذي يعنى بالرفع من واقع الشباب وتسهيل ولوجه إلى المقاولات الشبابية. إننا اليوم نطلق أياما تحسيسية وتكوينية على مستوى ولاية أدرار لصالح الشباب تحت عنوان قدم مشروعك، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب في المشاريع والتمويلات المتاحة. من جانب المشاركون في الملتقى ثمنوا أهمية هذه الدورة وما تتيح من فرص عمل لتقديم مشاريعهم إلكترونيا. الدورة التكوينية مهمة بيدي الشباب، ولكن في واحدين عاطل عن المثل يقرأ مثلا إيش باش يستفاد منه وإيش تقال فيه، ودورة مهمة خاصة نحن قال إليات اللي من الناس ما فلح في القراية والأسر خسرت قرايته، سمعته مهمة لنا حتى ويات الشباب مولي العليات كامل والرجال يساعدوا فيه وقاوموا على ذلك كامل. هذا النوع من الدورات التكوينية لصالح الشباب مفيد، حتى باللي الشباب لا يتلقى تمويلات، ذوك تمويلات لابد يعود ملاهم يتلقي تكوين، خصوصا اللي يفتح به يعرف قاع هو شنو يكون عليه، يكون حد يعود يعطاه تمويله. ويتلقى المشاركون عروضا نظريه واخرى تطبيقيه من خلال كيفيه الاستفاده من مشروعات هي مشروعي مستقبلي ومهنتي ونانو سلف، اضافه الى نانو سلف بلس المبرمجه من طرف وكاله التشغيل التابعه لقطاع التشغيل. الفاغاوي الشيباني، قناه الموريتانيه، مدينه أطار.